صباح الخير. صباح الفل. امال فين عبدون؟ خرج. انت ما تقفليش في الوكالة عريان بشكل ده. اهو حاضر. وروح هات فطار. تحت امرك. يلا شوي. كنت هتموتني. مش ترص البضاعة متأمنة يا واد؟ البضاعة طول عمرها متأمنة. اشمعنى يعني ما وقعتش للنهارده؟ ما تقاوحش. يلا نجرب. شيل البضاعة وستفها كويس. امال طرزان ده بيعمل ايه؟ يلا روح امك واشتغل. اعمل اللي بقولك عليه لحسن ما يفوتلكش نهار. وانت يا عبد الله روح هات لي الفطار. امرك يا معلمة. الله. طب ما انا طول عمري اللي بفطرك بايديا دول. وبعدين بقى في نهارك اللي مش هيعدي ده. طيب ماشي كلامك يا معلم. ماشي كلامك يا معلم. بقول لك ايه معلم؟ علمك جحش كان عايز. يا ألف خطوة عزيزة. انت بعتلي يا معلم؟ ده احنا بنسترجع. خير يا وش الخير. تحبي تقعدي جوه في الدره احسن ولا هنا في الهوا احسن؟ هو في احلى من الهوا يا معلم؟ في انتي. خير يا معلم؟ لا ده بيزنس على راي بتوع القرمز. خدت بالك بيبصولنا ازاي؟ زي النضرجيه. سيبك منه وخلينا في اللي احنا فيه. خير. عمليات مخلفات جيش قيمتها مليون. يعني ارنب بحاله وناكله سوا. ضمانها كويس؟ امال في جيبي محدش هياكلها غيري. يا خايف. ولا المعلم رياض؟ ولا جدوده رياض. العمليه دي مع شخصيه كبيره انا عارفها، والميزه اللي فيه انه جبان خواف، يعني مش هيسلك اموره مع حد غيري. يعني باختصار عايز مني كام؟ فلوس؟ اخص عليك يا نعم. العمليه دي مهرك. نكتب عقدها وبعدين نكتب كتابنا. قلت ايه؟ قلت يا سيدي. اهلا يا سعد الله. اهلا يا سعد الله.